سامحونا يا جماعه، سامحونا سامحونا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. pray for me ان شاء الله يو جو تو سعودي عربيا ان شاء الله ان شاء الله. النفق في بيبان ليش ما اعرف، الله العالم. انا شكلي بوصل عمان وبعدني ما وصلت المكتبه. حياكم الله في رحلتنا حول الخليج، واللي نبداها من دوله الامارات العربيه المتحده. متابعه شيقه اتمناها لكم في هذه الرحله. صباح الخير. في اليوم الثاني من رحلتنا حول الخليج من مدينة مسقط الجميلة ما شاء الله. كانوا متوقعين يقولون أمطار اليوم، لكن الحمد لله شوف الجو صافي ما في غيم. طبعا من رعاة الرحلة الله يعطيهم الصحة والعافية لفيش، هذا اسمه ترنتي، جميل، فيه ريحة فواكه وريحة منعشة، منعشة جدا ما شاء الله. هذا الثالث الثمين. طبعا هاي كلها عبارة يا جماعة الخير عن عطور مستوحاة. راعي الرحلة الثانية عندنا الله يسلمكم الحر لأدوات الرحلات، هذا فرش استخدمته الله يسلمكم وياي في الرحلة. بدأ ما رقدنا على شرشف الفندق، لا هذا تبطل راويكم يا إن شاء الله. فالعموم يا جماعة الخير الحين إن شاء الله سهلي بنتريق ونكبر يوب إن شاء الله من مغراضنا وبننطلق عندنا جولة إن شاء الله في مدينة مسقط. حياكم الله. إن شاء الله فندق جديد يا جماعة، مرتب. يا صباح الخير يا صباح الخير. شيك على الدراجة، سيور، حبال، ما في شيء طايح منا منك. هذا اوكي هذا اوكي. ليت الرقم، ليت يبال التنظيف شوي هنا. على بركة الله ان شاء الله بنطلقين الحين. بسم الله الرحمن الرحيم. بلف عودة، كير عود. يا الله يصعده. سلم المفتاح الله يسلمكم. 101 تشيك اوت. ثانك يو. جو زين الحمد لله رب العالمين. طلع النظارة. الله يسلمكم الحين مسجد السلطان قابوس. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. أول وجه إن شاء الله في مسقط الله يسلمكم مسجد سلطان قابوس الله يرحمه، لأنه يبند الساعة 11 الناس تطلع له أول الصبح. المسافة للمسجد إن شاء الله 11 دقيقة، نتكلم عن 5 كيلو تقريبا. حياكم الله ويانا اليوم في يومنا الثاني في هذه الرحلة المباركة إن شاء الله. في عدة أماكن جميلة إن شاء الله بنمر عليها اليوم، لأن الساعة 2:30 إن شاء الله بنطلع على الغداء، ومن الغداء الله يسلمكم إن شاء الله بنسير عبري. وصلنا الباركنات، عاد وين نباركنا؟ شوف باصات هنا، حديقة، مدخل الزوار، أوكي ما شاء الله. اسمي السياح يموتون على الشيء هذا. وعمان محبوبة يا جماعة الخير عند السياح الأجانب. زين حصلنا باركنج هني. طبعا يا جماعة الخير نحن حاليا في جامع سلطان قابوس الكبير، هذا المسجد الرائع، المسجد الجميل الذي أمر ببنائه في عام 1992 في ولاية مسقط الله يسلمكم، بأمر من سلطان قابوس بن سعيد الله يغفر له ويرحمه. هذا المسجد يا جماعة الخير يعد مزارا سياحيا، وزيارة تكون في يوميا من الساعة 8 صباحا وحتى 11 ظهرا، يعني قبل أذان
أو قبل صلاة الظهر بساعة تقريبا في مكتبة أو قاعة للمحاضرات. يتميز التصميم الجامع الله يسلمكم أو المسيد باحتوائه على عدد من الفنون المعمارية والجداريات مثل الفن الزليج المغربي والجداريات المغولية. في ممرات وقبب ومنائر وحدائق واسعة ونوافير مائية استخدمت في بنائه مختلف المواد مثل الخشب والرخام والزجاج المعشق والجداريات والزخارف النحاسية اللي بنشوفها وياكم الحين في هذا الفيديو. بني المسجد الله يسلمكم على موقع يحتل 416 ألف متر مربع، ويمتد البناء لتغطية منطقة من 40 ألف متر، افتتحه السلطان قابوس غفر الله له واسكن فسيح جناته في 4 مايو في عام 2001. هذا المسجد الله يسلمكم فيه قاعتين، قاعة خاصة بالحريم وقاعة قاعة المصلى الرئيسية. قاعة المصلى الرئيسية فيها قبة ترتفع 50 متر ومنبر بارز في جدار القبلة من الرخام المنقوش على يمين المحراب. عدد الفسيفساء المستخدمة في تزيين المصلى الرئيسي 8 ملايين قطعة. وطبعا المسجد يشل من عدد المصلين والمصليات 40 ألف مصلي ومصلية. طبعا يا جماعة الخير تم تجهيز هذا المسجد بقاعة نفس ما قلنا قاعة مصلى رئيسية فيها وحدة إنتاج تلفزيوني تضم مجموعة كبيرة من الكاميرات وأنظمة صوتية حديثة لنقل شعائر الصلوات والندوات والمحاضرات. طبعا نفس ما قلنا القبة المركزية ارتفاعها 50 متر، تتدلى منها ثريا تعد الأضخم بعد ثريا جامع الشيخ زايد في أبو ظبي الله يغفر له ويرحمه، ويبلغ طول الثريا 14 متر نفس ما قلنا يا جماعة الخير، تعد ثاني أكبر ثريا بعد ثريا الأولى الموجودة في مسجد الشيخ زايد اللي تم افتتاحها في عام 2007. فهذا ما شاء الله هذه معلومات البسيطة عن هذا المسجد الرائع، عن هذا المزار السياحي الممتاز. الله يرحمه بعد ما سمعنا المعلومات الشيقة عن هذا المسجد نتوكل إن شاء الله. ما شاء الله يا جماعة الخير هذا الشارع اللي هنا فيه في الليل ما كان يبين شيء، لكن الحين شوفت عينكم ما شاء الله، شوفوا هذا عمان أفنيو مول سايبة فيها نوع من البرودة يا جماعة، لكن الشمس حارة ما شاء الله. على العموم يا جماعة الخير متجه الحين الله يسلمكم إلى شاطئ مطرح، ومن شاطئ مطرح الله يسلمكم بيز شوي هناك بند قهوي، لان اليوم ما شربنا قهوة او قهوتنا الصباحية اللي برعاية مينا روستري. احلى تحية لشباب مينا روستري يعطيهم الصحة والعافية. انا ملاحظ يا جماعة الخير اهتمام فائق جدا في موضوع الزراعة في مسقط، والاهتمام بالمناطق اللي فيها استراحات نفسها الاستراحة، شوفوا الاستراحة هذه والممشى، يعني كل شيء مرتب، كل شيء بقياسه ما شاء الله، كل شيء بقياسه. الله يعطيهم الصحة والعافية ويزاهم الله خير، ومو بغريبة عليهم ما شاء الله عليهم، اللي يحب الالتزام ويحب تطوير. شوفوا حب الأوطان، الإعلام في كل مكان ما شاء الله، على البنايات، على الأماكن الحكومية، على الشارع في نصب علم عود اللي شفته، فندل يدل على حب الأوطان وتقدير الوطن. اللهم اجعل هذه الأوطان يا رب العالمين أمن وأمان وسلام يا رب. الخير الإعلام ما شاء الله ما شاء الله، أنا استانس لما أشوف بلاد تقدس علمها كذي، البيوت فوق بيوت فوق بيوت تحت، شارع تحت شارع فوق، مباني فوق هناك. القار يا جماعة أنا حسيت قار مسقط غير عن الشوارع الباقي اللي أنا دشيت منها، أحس نوعية القار ما شاء الله ممتاز ممتاز صراحة. أيوة شيار زين، الشيار زين يا جماعة، شيار زين. الله على البرودة. توقع يا جماعة نحن نصعد الحين، توقع نصعد. وهذا مال بترول، هذا حفارة بترول قديمة هذه. يا جماعة الخير اللي ما زار مسقط يزوره ويبات فيها ليلتين ثلاث عرحته، لأن يوم واحد ما يكفيها صراحة. شوف المنظر يا جماعة الخير قدامكم مرة البحر، هاي البيوت على اليمين ما شاء الله بعد مطرح 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 وين مطرح مطرح وين. أيوة سامحوني يا جماعة سامحونا سامحونا سامحونا.
فوق 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 فوق. شوف البوابة ما شاء الله، يا سلام. طبعا يا جماعة الخير، أنا جالس هنا الله يسلمكم في شاطئ مطرح. شوفوا يا جماعة الأجواء ما شاء الله هني على هذا البحر، وين نافورة وهالمبروك هني. بس أسوي لي القهوة وأسوي القهوة. منو جاي؟ جاي صديقي راس مياه من بنغلاديش، الله يعطيه الصحة والعافية. يسلم عليكم الجماعة. بنت قهوة إن شاء الله وياه، ما طاع في البداية يشرب القهوة، قلت لا لا تشرب القهوة. فريال طيب ونعم فيه ما شاء الله عليه، وخذ اسم القناة ويسألني وين ساير وين جاي ولا ما تناي كله. الله يعطيك الصحة والعافية، تلاقى وياكم إن شاء الله في سوق مطرح. حياكم. يا سلام يا جماعة الخير على هذا المنظر الجميل من هنيها. أنا جالس هني، هذا صديقي أشرف مياه، هذا المنظر الجميل. الله يسلمكم من شاطئ مطرح. السلام عليكم. الحمد لله بعد ما خلصنا، هذا صديقنا أشرف مياه، نودعه بالسلام إن شاء الله. مستر أشرف مياه، thank you very much. See you إن شاء الله. Good luck. I hope إن شاء الله everything good. إن شاء الله. Thank you. Thank you very much. مع السلامة. ونحط الأغراض الله يسلمكم في الدراجة الحين. متجهين إلى سوق مطرح. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. Pray for me. إن شاء الله. Go to Saudi Arabia. إن شاء الله. إن شاء الله. ها؟ شور ثانك يو. بسم الله. والله الجلسه جميله. وكان هذا الريال اشرف مياه من بنغلاديش، جزاه الله خير. ريال قمه في الاخلاق، قمه في التواضع ما شاء الله. يا جماعه الـ 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 الرحمه والطيبه مو محتاج فلوس ترى، على فكره مو محتاج فلوس ولا محتاج واحد عنده خير وعنده جاه ولا سلطان ولا غيره. الرحمة والطيبة والأخلاق تراها والله تي حتى الإنسان الفقير من عنده ترى. الحمد لله والله إنسان طيب محترم. هو ساير قال أخذ صورة، قلت أخذ صورة أبوي، وأنا وياك نبغي دعواتك بس تدعينا. ما شاء الله شو اليخت هذا، أتوقع اليخت السلطاني، لكن ما شاء الله يخوت فنانة كبيرة ما شاء الله. لا يكون بلف للدوار وبرجع الباركنات اللي هناك. هذا سوق مطرح يا جماعة، شوفوا لنا باركنج من الباركنات الموجودة هنا، موقف مخصص لإمام المسيد. حليلك يا إمام المسيد مسكين، حتى في باركناتك ملعوزينك. وين أوقف وين أوقف وين 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 وين. طبعا يا جماعة الخير، نحن وصلنا الحين إلى سوق مطرح. أعطيكم معلومة سريعة يا جماعة الخير عن سوق مطرح أثناء تجولنا في هذا السوق. هذا السوق يعد من أقدم الأسواق موجودة في سلطنة عمان، وليش سموه سوق مطرح؟ لأنه يقع في منطقة مطرح. يرجع تاريخ إنشاء هذا السوق إلى حوالي 200 عام. السوق هذا الله يسلمكم من الخارج ما يبين، لازم ندش في السوق وناخذ الله يسلمكم ممشى داخلي، لأن هذا السوق عميق داخل المدينة. السوق هذا قبل كان يسمى الله يسلمكم بسوق الظلام. ليش سوق الظلام؟ لأن فيه كثير من السكك الداخلية يمين ويسار وسيدة وهالصوب. فهاي الأسواق يا جماعة الخير سابقا كانت مغطاية بجذوع النخل ومغطاية الله يسلمكم بالسعف الجليد وسعف النخل الله يسلمكم، فمتكون نوع من الظلة وشوي من الظلام الله يسلمكم في هذا كله المكان. قديم هذا السوق الله يسلمكم سابقا كان يبيعون فيه السمك المشواي والحلوى والأطمشة، وما انتشرت هذه المحلات المتخصصة في بيع الفضيات اللي تشوفها الحين والمشغولات التقليدية إلا قبل 30 سنة، يوم بدأوا السياح يجون وبدأت ما شاء الله سلطنة عمان تنفتح على العالم بشكل كبير. ومدام أنت موجود في هذا السوق الله يسلمك، لازم تشوف الأشياء الموجودة واللي يبيعونها، خذ فكرة واشتر. طلعنا من سوق مطرح الله يسلمكم، والحين متجهين إن شاء الله إلى القصر. قصر السلطان قابوس الله يرحمه، من ضمن المعالم السياحية هني في مدينة مسقط الجميلة الرائعة ما شاء الله. ما
شاء الله. هذا خلف القلعة هذه ذكر كورنيشن يا جماعة الخير. والله البحر جميل هنا. أنا فاق في بيبان ليش ما أعرف، الله العالم. حتى هنا بعد في بيبان باب مثاعيب، شيء جميل شيء جميل تبارك الله. يلا يا مستر جوجل، هاي شعبيات قديمة يا جماعة، هنا بيوت، هاي كل بيوت قديمة أتوقع. ما شاء الله الدرب جميل جدا يا جماعة، جميل جميل جدا ما شاء الله. صعود 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 صعود، يا سلام نزل يا جماعة، يا سلام. عقب بلف من هني وبنصعد فوق بعد مرة ثانية باتجاه مسقط، الله يسلمكم، باتجاه نص المدينة. أتوقع يا جماعة الخير المطعم بيكون 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 بيت اللبان. وقفنا الدراجة هنا الله يسلمكم تحت هذا الله، هذا المطعم اللي يبغى يصير له. هذا ماي اللبان العماني، يا سلام مكان جميل ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين، تغدينا الله يسلمكم في مطعم بيت اللبان، والحين ان شاء الله مودعين مسقط الله يسلمكم. بس في البدايه ابغى امر اي دكان اي قرطاسيه تبيع تو فيس، لان ردت القطعه اللي قدام مال الكاميرا خون عندي تبطلت، ما اعرف السالفه. على العموم يا جماعه الخير وداعا مسقط، فيها تنوع جميل، البقعه جميله جدا، المدينه جدا جميله ونظيفه، وناس متعاونين وشعب متعاون. هاي فطرة جميلة يتميزون فيها اخواننا في اهل عمان، الله يعطيهم الصحة والعافية. الكل يسلم عليك، الكل يرحب فيك، الكل يشكرك، الكل يسألك انت من وين جاي، وين ساير، وشو السالفة، شو الموضوع. يعني الحمد لله، اللهم يدوم عليهم يا رب العالمين نعمة الامن والامان والمحبة. مسافة الطريق ان شاء الله الى ولاية عبري 3 ساعات بالضبط، فيها الله يسلمكم 263 كيلو ان شاء الله. التحديث الاول في رحلتنا من مدينه مسقط الى ولايه عبري مرورا بنزوه. خلاص نشوفوا يا جماعه الخير، اللهم لك الحمد والشكر ان نحن نمشي الحين تحت هذا الغطاء السحابي الرائع الجميل ما شاء الله. يلا نشوفكم ان شاء الله عند محطه البترول، حياكم الله. اشترينا ماي الله يسلمكم، ماي بارد، وترسنا في المطار. ما شاء الله الجو شوي حار الحين، الشمس حارة ولا ما شاء الله، يعني المشي اللهم لك الحمد والشكر مو طيبة. ردت مرة ثانية تبطلت، هاي اللي هني تبطلت عندي في نص الطريق، لكن الحمد لله. فالحين الله يسلمكم بيلس هنا فضل الله، أبو عبدة أخذ له سبرة قلوب، وأشوفه كيف تبطل خير. اللي قدام هاي اللي تعلق الكاميرا، هذه ثاني مرة الحين تطيح، فصميتها سبرة قلوب مع تو فيس عندي ميودنا الحمد لله. وان شاء الله ان شاء الله اتمنى ان تكون ثابته ان شاء الله لين ما نوصل. فان شاء الله رب العالمين الموعد الجاي عند محطه البترول باذن الله سبحانه وتعالى. خلكم ويانا والله يعطيكم الصحه والعافيه، حياكم الله. نحن الله يسلمكم في منطقه بركه الموز، هذاك الجبل الاخضر، الجبل الاخضر على اليمين يا جماعه الخير هناك. وصلنا محطة البترول الحمد لله رب العالمين بعد 150 كيلو. السلام عليكم، وين صار؟ السلام عليكم يا صديق، كيف حالك؟ 95 فلة 95، الحمد لله رب العالمين. وصلنا نزوة يا جماعة الخير، والحين إن شاء الله متجهين إلى سوق نزوة بسبنة الجارمن، لأن بيتم إعادة الحساب. وصلنا الحمد لله مركز المدينة في نزوة، وين الفنادق الله يسلمكم. بوقف هناك وبتمشى، هدوء السوق، في هدوء. الحين بنسير وياكم الكوفي، قهوة من عمل الخير، حطينا أغراضنا هني إن شاء
شاء الله متجهين في جولة في ولاية نزوة إن شاء الله. طبعا يا جماعة الخير يعطيكم العافية، أول شيء الله يسلمكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلنا إلى ولاية نزوة بعد 165 كيلو تقريبا. الحمد لله صبينا بترول، الجو الشمس كانت حارة لكن ما شاء الله المهب كان بارد. احنا في سوق نزوة الله يسلمكم قديم هني. والله زين هاي صغار، هاي زينات بشوف قدام شي احجام صغار الله يسلمكم. الحلوة نفس هاي، شو احسن شي عندك؟ هذه اكثر طلب. هذه ها شو يسمونه؟ خصوصي؟ اي خصوصي. ابغي هذه الله يسلمك خاصة. هي طبعا يا جماعة الخير نزوة مشهورة بهاي الهوندا 25 سي سي، وايد ما شاء الله تو شفناهم هني. مساكم الله بالخير يا جماعة، وش حالكم؟ مساكم طيبين، الله يعطيكم العافية. تبطل مرة ثانية عندي وخذ لي تو فيس. وصلنا الفندق الحمد لله، فندق رويال فيستا. والحين إن شاء الله سلينا غرفة، وهي غرفة الله يسلمكم إن شاء الله. إن شاء الله. لا ما لي زيادة بارد. يعطيكم العافية يا جماعة الخير، وصلنا الحمد لله رب العالمين الفندق نفس ما خبرناكم. وين الستارة؟ أيوة في بطل الدريش هنا. هالمبروك تحت، ها شوفوا، أتمنى أنكم تشوفونه. المبروك تحت حاطين ماي، تعامل طيب جدا ما شاء الله. هالحمام أنتم بكرامة. وعقب الله يسلمكم بننزل مكتبه وبطالة بعد إذا فيه الله يسلمكم أقوى. أنا ما بتوفيس هذا الأبيض، الله يعلم هذا شوفوا شو وضع. شغل كل الليتات اللي في الحجرة أحسن شيء، وإن شاء الله بنتعشى والأمور طيبة يا جماعة، لأن باكر نريح إن شاء الله، لأن باكر عندنا رحلة باتجاه الربع الخالي إن شاء الله رب العالمين. على العموم يا جماعة نشرك الدنيا كلها ونتلاقوا وياكم صوب المكتبة. فندقنا كو هناك، ها وانا الله يسلمكم ساير. قالوا لي في مكتبة هنا، قالوا لي سوبر ماركت، قالوا لي وايد اشياء موجودة هنا، لكن يلا خلينا مع بعض نسير. طبعا يا جماعة الخير هذه اخر ليلة لنا ان شاء الله في عمان. الله تو انا داش الفندق تلقوني اثنين يا جماعة الخير، من وين يا، كيف حالك، شو اخبارك، الحمد لله على السلامة ويعطيك العافية وما شاء الله ودراجة وكذا، وقربت عشا ويانا وعلينا وخلى علينا ونحن بندفع، يعني اندل بالله على طيبة الشعب واخلاقه العالي جدا. الله يعطيهم صحة والعافية ويدوم عليهم يا رب العالمين ان شاء الله. انا شكلي بوصل عمان وبعدني ما وصلت المكتبة، باكر ان شاء الله على بركة الله وتوفيقه وتسهيله ان شاء الله منطلقين الى الربع الخالي، الى طريق الربع الخالي ان شاء الله رب العالمين. من هني من دوار عبري باتجاه الربع الخالي ان شاء الله الى مملكة البحرين الشقيقة، ثاني دولة من دول رحلة الخليج ان شاء الله. الله يعطيكم الصحة والعافية. حصلت محلات وايد هني. نحن موجودين هنا بعد. طبعا يا جماعة الخير وصلت لاخر شيء، تو فيس في كسحة ابليس. هذا المفروض عوده يعني 20 سنة. يلا الحمد لله حصلنا شيء من ما شيء. هذا فندقنا الله يسلمكم ان شاء الله. سير نتعشى الله خير ونرد ان شاء الله نضبط امورنا، نطالع الذاكره مع التليفون، الامور طيبه كل شيء اوكي والحمد لله. الله يسلم امور يا رب العالمين.